إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي اخبار حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. بس انا حضرتك طيبه وانت وخير طيب دايما كده يا رب. ربنا يخليك. احنا من بورسعيد بنحييكي ونقدرك ومتابع برنامجك على طول، ويعني بنعجب بالمواضيع الشيقه اللي انت بتعرضيها. بس احنا برضو بنكرر كلام عن الاهمال برضو والرقابه، يعني الاهالي اللي بتودي الحضانات برضو انت بتكرري الاهمال، الاهمال بيبقى من الاهالي اساسا. يعني سامعني يا فندم؟ ايوه اتفضل. بيبقى الاهمال من الاهالي برضو، ان الاهالي عايزه ترمي عشان برضو اليوم بتاعها بالشغل وكده، يعني نمط الحياه بيبقى صعب طبعا، فالاهالي بتضحي وخلاص، فدي برضو مشكله عندنا يعني. لا بس هو حضرتك ممكن نودي حضانه بعيده شويه بس تبقى كويسه. تمام يا فندم، انت قلتي في التجمع، يعني هيحصل ايه اكتر من التجمع؟ لا لا انا قصدي اقول مش بعيده في منطقه، انا قصدي اقول ما نختارهاش عشان هي اللي جنب البيت، وحتى أيوة لو قريبة سيئه عشان. نحط فيها. انا قصدي كده. صح. او ما ندخلش حضانه خالص وبنفس فلوس الحضانه نجيب حد مؤتمن يقعد بابننا. فاهم قصدي؟ اكيد طبعا، اكيد مش عشان فلوس وخلاص، لان كل الوقت بيعمل اي حاجه عشان فلوس، يعني صعب. انا بشكرك جدا وسلم لنا على اهل بورسعيد. احنا طالعين الاسبوع ده اسماعيليه وبورسعيد، الاسبوع ده رايحين حتت كتير قوي، اسيوط اسماعيليه وبورسعيد واسكندريه وفين تاني وبنها والنوفيه ان شاء الله باذن الله، ونروح المانيا نعالج الولاد كلهم ان شاء الله.